اسمحوا لي أن أعرض لكم إلى خاصية رائعة في بيرج بير بولاية كاليفورنيا. هذه الخاصية هي الماس الحوزة مصقول في الجنة. هذه التركة إقامة فريدة من نوعها للغاية، والعرف بنيت من قبل المالك الحالي. التفاصيل وبراعة غير عادية. اسم هذا العقار هو رياح غريب الأطوار. استلهم اسم على صوت الرياح الذي يمر عبر العديد من أشجار الصنوبر الجميلة على هذه الخاصية. صوت فريدة من نوعها غريب الأطوار خلقت فقط من مرور الرياح خلال أشجار الصنوبر. وتقع غريب الأطوار رياح العقاري في منطقة منخفضة الكثافة من بيج بير سيتي ودعا ميدو بيروك عقارات. إذا كنت الشخص الذي يريد دائما لامتلاك تراجع الحصول على واحد في الطريق، بناء على المعايير الخاصة بك، لذلك يمكن أن تخفف من الضغوط من هذا العالم المزدحم. هذا هو ملك لك. قد ترغب في النظر في هذه الجبال العالية الثانية تراجع منزلك، وإذا كان الأمر كذلك، يمكنك أن تطير طائرة الشركة الخاصة بك أو الطائرة إلى مطار بيرج بير سيتي. عل بعد دقائق فقط من العقارات الخاصة بك. هذه الرياح عقارات غريب الأطوار يمكن أن يكون لديك المحور ناقص. الإقامة لأنها قريبة إلى لوس أنجليس، هوليوود، سان دييغو ولياس فيغاس. أنا استطرادا. وبمجرد الدخول في هذا العقار جميل لكن تشعر على الفور أن أنت على حق. ATHAME تحتوي كل غرفة على شخصية استثنائية من شأنها أن تجعل لك بالراحة والاسترخاء، كما تحتوي كل غرفة على النوافذ بنيد المزدوجة التي ننظر بها إلى العديد من أشجار الصنوبر والجانب القطري. وامتلاك هذه العقارات تسمح لك لاستضافة التجمعات الكبيرة أو مجرد عقصة في كرسي مطابق لينة وكتابة الرواية والمسرحية الشاشة أو مع البيئة المحيطة السلمية ترسم تحفة. غريب الأطوار رياح العقارية لديها الكثير لتقدمه. أجد أنه من الصعب جدا أن تصف العديد من التفاصيل حول هذا العقار في مثل هذا الوقت القصير. البيت الرئيسي لديه 4 غرف نوم واسعة وحمامات 2.5. وقد تم بناء هذا المنزل مع 2.6 جدران مسمار رأسي للعزل وأضافة الضرورية لفصل الشتاء البارد. هناك نوافذ مزدوجة طوال يتألمون. السقوف العالية والقوالب ميزة إضافية أذكر لك دائما من المنزل. البيت الرئيسي له تعلق المرآب الذي يدخل من الجانب من المنزل. وقد اعتبر انتباه لمزيد من التفاصيل في جميع أنحاء هذا العقار بأكمله. على سبيل المثال فقط للحصر. الرعاية في خلق الموقد الميزة في غرفة كبيرة من ناحية رسم ونحت والموقد رف الموقد. القوالب التاج. كوفيريد السقف. والقوالب التقليدية. وخزائن مخصصة. والزجاج المحفور الأبواب. والعرف الكرز مكتب الخشب. وأكثر من ذلك بكثير. يحتوي هذا العقاري تعتزم كذلك مرآب منفصل والآخذون العناية الأحياء. عل بعد بضعة أمتار من المنزل الرئيسي. مرآب منفصل لديها الكثير من الغرفة لتخزين وسيارتين واو أعرفي الفضاء كراج خاص. هناك منطقة ورشة عمل وحمام في هذا المرآب. مدخل مستقل في هذا المرآب فصل يؤدي إلى وحدة الطابق الثاني. وهذا هو الرعاية محتجزية 4.
هذا الفضاء الذين يعيشون واسع ومفتوح ومريح، وأيضا مع الكثير من التخزين وغسالة ومجفف. إذا كان هناك أطفال أو أحفاد، نحن بحاجة لوصف المكان السحري للعب في الفناء الخلفي. هذا هو منزل مصغر مخصص بنية للأطفال اللتي هي الحالمين. تم بناء هذا المنزل خاصة مع موضوع كامل مع دور علوي النوم، الموقد سند، النوافذ والأبواب كبيرة بما يكفي للترفيه منزل كامل من الأطفال عندما يحتاج الأطفال للذهاب إلى العمل. إنها ليست بعيدة عن هذا البيت كوخ السحرية. اتبع مسار خطوات قليل على طول درب إلى مصغرة الخيال منجم الماس كاملة مع الأحجار الكريمة لموسم الحصاد. لذلك إيقاف العمل نذهب. غريب الأطوار رياح العقارية هو في انتظاركم، وحان الوقت. أنت تستحق الحصول على واحد في الطريق. المنزل في جبال أشجار الصنوبر جميلة قريبة بما فيه الكفاية للاستمتاع. تراجع الخاص بك دون إنفاق الكثير من الوقت للوصول لهنا. شكرا للمشاهدة. Thank you.